Marjalan Hellali, 28 سنه, عندي ديبلوم ان جيستيون اوتيليير, جو سوي موديل ميك اب ارتست او تمثيل جا صدفه, ولكن الحمد لله كاينه هوايه اللي باغا نوجه كلمه شكر لرشيد الوالي اللي تحلي هذه الفرصه اللي دت معاه في 2020 في قيصريه اوفلا في رمضان. والحمد لله انا دابا في عمل سينمائي مع مخرج كبير دريس الروخ, اللي كنقول له شكرا بزاف على الثقه ديالك وعلى هذه الفرصه اللي عطاني. وكنت فرحانه ايضا انني كنت مع ممثلين كبار بحال عدنان محجة, يحيى افندي وجليله تلمسي, اللي كنقول لهم شكرا شكرا بزاف. مونجور, كيفاش جاتك التجربه ديال هذا الفيلم؟ كيفاش كون عيط لك وتواصل معاك؟ تواصل معايا السيد دريس الروخ قال لي جيت دوزي ان كاستينغ. انا بقيت كنقول زعما عمل سينمائي واش نزبط راسي فيه؟ زعما وحده السيد دريس الروخ كاستينغ سي ديفيسيل, مي الحمد لله كتكون موهبه وكتكوني عارفه راسك كابابل كتسلك. يا اجواء الصور كيفاش دازت؟ زوينه صراحه, انا فرحانه, كان ضحك نشاط شويه خوف ستريس ضروري, حيت انا هكا كنت ستريسه, مي انا حيت انا كيف قلت لكم جو سوي موديل, مي كتشعل حدايا الكاميرا ما كيبقاش داك التخاوف, كان سا قالوا لي واحد مرجانه واحده اخرى. مرجانه, شكون هما الممثلين اللي كانوا قرابين لك في الفيلم؟ اللي كان يحيى افندي, اللي كنقول ليه شكرا بزاف حيت لا سيكونس ديالي كانت مع يحيى افندي وهو اللي كانت اكثر من عندي معاه الدور وعاونني بزاف. قال لي ما تخافيش يا مرجانه, كوني زعما كوني اليز حيت تبارك الله راه ممثل كبير باش وقفي حداه, راه صافي كتلفي. مي الحمد لله كلشي داز مزيان, كنقول ليه شكرا. كنا عفوك موديل ميك اب ارتست دابا ممثله, شنو تقدري تقولي لنا على هذا؟ انا صراحه ميك اب ارتست قريت راسي باش نبقى في هاد ليزيفينمون, نعفر نصوب راسي. موديل شكلي باين ياك الحمد لله, ملي تيكون عندك واحد القبول واحد الوجه كتقدري ديري عرض الازياء. وفرحانه انني كل حاجه دايره فيها البصمه ديالي, ان شاء الله جاي شي حاجه تما احسن. مرجو بغيت نسولك بوغ ميك اب ارتيست, واش كت مثلا كت تماكيي الفنانين ولا؟ لا, كنت انا قبل فاش يلاه بديت كنت كندير ماكياج اللي قرابين ليا, ولكن من بعد صافي ما يمكنش تبقاي خصك تشدي شي حاجه وحده باش تركزي. ماكياج صراحه دابا كان ماكياج راسي, فكان ماكياج حتى واحد, وعاوني بزاف هادشي ديال الدبلوم ميك اب ارتيست. بالنسبه لعرض الازياء واش باقا فيه؟ باقا فيه. انا كاين على العالم ديال عرض الازياء, هو صعيب وزوين او ميم طون, ولكن شي حاجه اللي كتكوني فرحانه واخا كتعذبي بسوايع وعرفتي الشمس وكتكوني كتصوري, ولكن انا كنشوف راسي كنعطي فيها كنسالع, يعني ملي تيكون ان بون غوتور والناس كيعجبهم الحال كنفرح. واش غتبقاي في عالم مي غتدخل دابا التمثيل واش غتبقاي في عالم الازياء ولا؟ بيان سور, انا كيعجبني هذاك من شحال هادي غنبقى فيهم بجوج, القادم اجمل, شي حاجه زوينه جايه من القدام. مزيان. واش انت في تواصل مع شي مثلا شي مصممات ازياء معروفين في المغرب؟ واش خاصك تقولي لي؟ عندي اصدقاء مصممات ازياء زعما حتى انا ساكنه في الرباط اللي معروفين وخدمت معاهم, ولكن مازال ما وصلت لهذوك المصممات اللي تبارك الله معروفين اكثر, مي حتى حاجه ما صعيبه, دقه دقه الى بغيتي توصل. مرجان, الطموحات ديالك؟ الطموحات ديالي صراحه باغي نزيد في هذا لو دومين ونزيد نعطي اكثر واكثر ونبان مع مخرجين كبار, والحمد لله بلا نويه الحمد لله عيطوا عليا بوغ ان كاستينغ ودوزت وتقبلت, وان شاء الله تشوفوني في مسلسل الحافه اللي غيكون في شاهد من اخراج امين منى, دور زوين بزاف مع الممثل سعيد بي. مرجان, واش انت واش اكتيف في مواقع التواصل الاجتماعي؟ تسولي قولي مرجان يقول لك ايتيغال تري اكتيف, ما كنغبرش من السوشيال ميديا حيت انا كيعجبني داك الشيء, ماشي حيت انا كيعجبني نحط لي ستوريين بارطاجي مع الناس شويه من حياتي, سي نورمال الناس تيتبعوك كتغبري كيقولك فين مشيتي, فهمتيني؟ ما حدك دخلتي لي ريزو سوسيو خاصك تكملي فيه. مرجان, واش انت مع الممثل والفنان خصو ضروري يكون في تواصل في مواقع التواصل الاجتماعي باش الجمهور ما ينساش؟ لا ماشي ضروري, مي كل واحد كيفاش, حيت كاين بزاف ممثلين معروفين ولكن ماشي اكتيف في السوشيال ميديا, ولكن راه واصلين. انا بالنسبه ليا جو سوي اكتيف لي ريزو سوسيو, هادشي ماشي حيت باش نوصل, مي انا خصني ضروري نبارطاجي مع الناس اللي كيعرفوني شنو كندير. مرجان, مؤخرا كان بزاف زواج ديال المشاهير, شنو تقدري تقولي لنا؟ زواج المشاهير الله يسهل عليهم. عادي, انا دابا هادشي اللي ولينا كنسمعو في هاد الموجه كيتزوجوا شهر كتشوفي واحد لافيون روز من بعد الطلاق, انا كونتخ يبانو في لي ريزو سوسيو. لا لا, وحده تزوجات ولا تخطبات بلا ما تبان حياتها الشخصيه امون افي, وكل واحد كيفكر. رسالتك للشباب اللي باغي يوصل شي هدف شنو تقدر تقولي لهم؟ الواحد خاص يطيح وينوض, والله العظيم انا ما جيتش وصلت قسما بالله مقربين ليا
ماما عارفه لي شحال كنتعذب باش نوصل. تبارك الله في عامين راه ماشي ساهل باش توصل لهذا الشيء. راه الناس كيوصلوا لي على 4 سنين 5 سنين كنقول لهم خدموا باش توصلوا وما تقولش انا عييت حيت اكيد اللي كيخدم كيوصل. رسالتك الجمهور غنشوف كنقول لهم شكرا حيت ديما مسانديني ديما متبعيني وتسناو اعمال زوينه اللي ما كنبغيش نقولها حتى تتقرب شي حاجه زوينه زوينه بزاف. وشكرا على الدعم ديالكم والمسانده ديالكم. شكرا على الناس اللي كنخرج كيانقوا فيا مرجانه 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 حيت انا اللي عرفوني بها الناس اسماء بيوتي اللي حلت لي حتى هي تبارك الله بيبان من بعد الله. كنشكرها بزاف من هذا المنبر عاونتني بزاف باش عرفوني الناس. جبتي اسماء بيوتي شنو العلاقه ليا معك؟ صديقه اخت اش نقول لك على اسماء؟ اسماء خيرها سابق كنقولها وكنعاودها. ما انا ماشي قليله الخير ملي نكرو بزاف الناس اسماء انا ما يمكنليش نكر كنقولها وديما كنعاودها فيما نوصل. ما عمرني نتبدل. اسماء عاونتني بزاف باش عرفت الناس عليا. شكرا ليها بزاف من هذا المنبر الله يسهل عليها حتى هي خدمات باش وصلت. شكرا لك بزاف الله يحفظك. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في قناتنا. شكرا.